ضع تحت السكينة هذه ألف خط. لما جاء الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال منزلة السكينة هذه من المنازل الوهبية، الله يعطيها من يشاء من عباده، ينزل عليك مرض، يبتليك الله بالفقر، ينزل الله عليك من المصائب عدد شعر رأسك، إلا أنك تجد أن السكينة تملأ قلبك وغيرك الدنيا تتكبكب عليه بالليل والنهار وتملأ عينه، لكن ما ينام إلا بالمسكنات والمهدئات ويراجع كل العيادات النفسية. ما الذي جعل هذا مطمئن وهذا خائف؟ الله سبحانه وبحمده. يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم شراك نعلة، أبو بكر يقول لمحمد في الغار في بطن الجبل لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله سكينته. سبحان الله العظيم. يقول الإمام ابن القيم وكان ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة حتى يذهب عنه ما يجد، وهي ست آيات في كتاب الله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فأنزل الله سكينته عليه. إلى ست آيات تجدها لو تكتب آيات السكينة في الإنترنت تجدها أمام ناظري. قال ابن القيم وأنا جربت هذا، إذا اشتدت عليه الأمور واكتلبت عليه الهموم ما إنه يقرأ آيات السكينة حتى تجد أن قلبه يطير لله. سبحان الله. عشان تعرف لماذا الله أسرى بمحمد في تلك الحقبة الزمنية، لأنك أنت كلما اشتدت عليك الدنيا تحتاج إلى يقين يطير بقلبك إلى الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. طيب ليش الله يري كل هذه الآيات؟ موسى يريه العصا كيف انقلبت ويده كيف تحولت. شف، بس لأجل شيء واحد، بس لأجل شيء واحد، رأى آيات ربه. اذهب إلى فرعون، أنت أمامك رحلة تاريخية شاقة جدا، إذا ما كان معك يقين بالله ستهلك. لذلك لما جاء فرعون يطارد موسى بمليون وستمائة ألف رجل قال تلك الكلمة التي ذكرت في القرآن، كلا إن معي ربي سيهدين. يقول ابن كثير في قصص الأنبياء والله ما نجا منهم واحد، كل المليون وستمائة ألف غرقوا، ونجا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم.